على هامش الحضور لمناقشة قضايا الطب الرياضي والتكنولوجيا الرياضية والبنية التحتية والسياحة الرياضية نأتم ما في شك ريال مدريد وبرشلونة نادي القرن الوقت الحالي فريق برشلونة فريق جديد في أكاديمية سباير للتفوق الرياضي هنا قاعة مغطتكم تجمع سباير فور سبور هاردا طارق مشعل ومحمد عبد العليم هنبدأ المباراة بعشر رموما احنا نستمتع لكل دول نجوم متعونا في الملعب الكبير 75% المشاركة في هذا اللقاء بداية اللعب هنلاقي الحاجات القصيرة والصغيرة وأول أهداف اللقاء الهولندي زندن نعم زندن لاعب نادي برشلونة السابق قطعا حاليا يلعب بحكم انه من نجوم الفريق على مر التاريخ هتلاقيها موجودة مندييتا يعدي الفرن برضه كان من اللعيبة الجادين جدا جدا واللعيبة ما كانتش بتعرف الهزار